مين يذكر أبو علي؟ أنا الآن من الثمنية اللي عرفته. السنة الماضية سوينا له رياكشن صح؟ على الستريم نزل تراك اسمه ثوغ لايف، ممكن تعرفوه هنا. سوينا له هذا أقوى من الاكتئاب. أردن، سين الأردني، سين الأردني. حيو النشامة أسامة علي. مين قال لي أبو علي؟ واحد قال لي اسم التراك، اسم الرابر أبو علي شيء زي كذا. الزبدة اسم التراك من الأخير كذا فوق لايف، من الأخير أوكي، فوق لايف من 4 شهور عرفت. فيديو produced by Sika production powered by Streak Media written performed by Osama أبو علي. أوكي أبو علي أوكي قال التراك نزل من 4 شهور، قرب 150,000 مشاهدة. راب الأردني أنا شايف فيه مشاهدات كثيرة. ممكن كذا نكتشف تراك فهمت علي ويطلع كذا ويعدي 200,000. أبو علي خلينا نشوف البايو تبعه. ما ورانا شيء. من حارات الكادحين للعالم أجمع. استمع. أوكي يسر. أبو علي أوكي مكتوب هنا والله نعمه، بس القناة اسمها أسامة علي. أوكي ونعم. لا أحد يجي يسبر الحين في الكومنت. Let's go. Thug Life by أبو علي. كل واحد يدبر سماعته والبندانة. بندان اليوم ما في. قاعد يدبر بندانته. فهمت علي؟ أسلحته و Let's go. Thug Life. على فكرة قاعد أستهبل عشان لا أحد يجي احتياطي إذا نزلت الفيديو هذا كذا out of nowhere زي ما نزلت حق المناقشة حق الرابر هذاك مؤسس الراب. فهمت علي؟ كذا دخل ركبت في راسي ونزلته على اليوتيوب فهمت علي؟ فإذا نزل هذا لا أحد يزعل، احنا كذا we fool around فهمت علي في التويتش. ليك أبرر smoking is bad kids. ثوق لايف بابلو اطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لذايقو، بنباح زابلو زيه زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفاية الغدر الماكلو. ثوق لايف بابلو بطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لذايقو، بنباح زابلو زيه زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفاية الغدر الماكلو. غلطت سوري ما في كلمات فلازم ركز. ثوق لايف بابلو اطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لذايقو، بنباح زابلو زيه زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفايه الغدر الماكلو. ثوق لايف بابلو بطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لذايقو، بنباح زابلو. احتمال قاعد افهم خطا بس قاعد يقول اكلك انا طابخه. دي مو اكلك انا طابخه، اللي بعده البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لذايقو، البنت اللي تعجبهم ما تعجبني لانه انا ذايقو. بوز ايش قال نو خليك من مستر مستر كردي. دقيقة قال البنت اللي ما تعجبهم ما تعجبنيش لأنه صاحبهم لأنه صاحبها أنا ذايقه. بوز بنباح زابلو زيه زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفايه الغدر الماكلو. ثوق لايف بابلو بطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لذايقو، بنباح زابلو زيه زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفايه الغدر الماكلو. غلطت لما وثقت فيك راح برو. ايش قاعد يقول معلش لا لازم تقولوا لي انه قال كذا. ايوه قال فهمت عليه. هل قال
البنت اللي تعجب وما تعجبني لانه صاحبها انا ضايقه لو قال كلام هذا. هيل نو. دقيقة، وهل قال، هل سمعت الكلام هذا ولا انا بس؟ لو انا بس اسمي يعني يب قال. اوكي. صاحبها انا ذايقو بنباح زابلو زيو زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي اماني كفاية الغدر الماكلو غلطت لما ممكن باللهجة، عرفت يو عشان كذا خلنا نكون حريص يعني حريصين ايو حذرين فتعال لانه اللهجات عرفت. المهم ما راح اقول خلاص. سوق لايف بابلو اطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لا ذايقو بنباح زابلو زيو زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفايه الغدر الماكلو. سوق لايف بابلو بطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لا ذايقو بنباح زابلو زيو زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفايه الغدر الماكلو. غلطت لما وثقت فيك راح انهيك شيل، اظل وحيد ولا يكون المعي بويك ديل، لو اموت ما نديك لو اموت ما تجيش ايد العون احشيها في طيبة قلبك تلزمني. رجع الوحش فروخ رجع الكان محبوس، رجعي صيد روس مرمن يسوه اتعلم من الدروس، وقت احزانهم اكون ووقت احزاني اموت واشوف ما جوش خاص فلوس وحشيش كوس، انا ولع فيك وفرنجة مجوس دوس. ثوق لايف بابلو بطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لا ذايقو بنباح زابلو زيو زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفاية الغدر الماكلو. البيتات خس كترل البيدك كنتو كل كبر نفسوك ما خلطنا دايم. البيتات القوية ما تطيح الا بيد الغشمان. God damn it. اي تشيل برو، تشيل. عيب. احترم نفسك، لا تورطنا. انا كبرت الشات عشان ايش؟ شاورطكم معايا، عرفت؟ ليتس جو. بوخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لا ذايقو بنباح زابلو زيو زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفايه الغدر الماكلو. البيت هاد خس كترل البيدك كنتو كل كبر نفسوك ما خلطنا نموت بتجوع ستل 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 جلا. روك خوك بدي شيتها مساعدة، خوك شوف بدي شيتها مساندة. انا المقاومة ولك انا المقاومة، حتى حبيب تمسكها الاكيكة مقاتلة. اسمي جوا جريدة جسمي جوا مقابلة، وندس الرؤساء مسأل من فيهم قاتل افهم. حال البلد غنية بلاد الشام اوطاني، بلد الهم والوحدة بغيب لساتني بعاني. كم من مرة حقولك اسف اما انا جاني. ثوق لايف حتى نموت او حتى نشوف حل ثاني. ثوق لايف بابلو بطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لا ذايقو بنباح زابلو زيو زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفايه الغدر الماكلو. ثوق لايف بابلو بطبخ حقك باكلو، البنت اللي بتعجبهم تعجبنيش لصاحبها لا ذايقو بنباح زابلو زيو زي كلب التابلو، ماليش اخوان مش عاطي امان كفايه الغدر الماكلو. خلنا وراح نشتاق له، خلنا وراح نشتاق له، خلنا وراح نشتاق له، وخلنا وراح نشتاق له. اخوك ابو علي في المبنى عمرين عمرك لا تحبنا، بطلنا اللي عطلنا وسبنا اللي بيتحبنا. اخوك في المبنى. هذا القصدية في انتاجية، في مشاهدات، في برودكشن يعني، عرفت الجو هذا. لكن في شيء غلط في السن عامه. لازم اكتشفه. فهمت علي؟ ما ادري هل تتفقوا معي ولا لا، لكن التراك عباره عن باكلو بياكلو صاحبته بتا ويت الكومبارس اللي معه ضحك جنوني. انصحك حاولوا تقولوا شيء نقد بناء. اوكي خلينا نكون عادلين، او خلينا نكون عادلين، عرفت؟ لانه خلينا نكون عادلين بس معنا في بطن الشعر. اوكي والشعر في بطن
والبطن في الشعر الباطن. يعني مثلا هنا يعني ما ادري تحس انه ارتست لكن في نفس الوقت الكلمات ترجعك في دال ورا. يعني مثلا هنا دقيقه ويت ذوق لايف بابلو الاتيتيود تحس انه متكلف ما ادري او ما ادري تحس انه متكلف. فهمت علي؟ نفس تعليق فورتكس على او راي فورتكس على ليليزي يوم قال انه يعني متكلف شغله متكلف. فهمت علي؟ مو مرتاح، ما تحس انه مرتاح كذا على البيت يعني. فهمت علي؟ غير الكلمات، خلوا الكلمات على جنب. يعني مثلا هناك ما حتى اوكي خلينا نرجع الكلمات هنا الحين مثلا ايوه بس هذه وطلعت هي اعلى مقطع يعني في التراك مشاهده او استماع. ركز هنا خوك بدي شيته مساعدة خوك شوف بدي شيته مساعدة انا المقاومة ولك انا المقاومة حتى حبيب تمسك هالاك كمقاتلة. عرفت؟ ما ادري كاتكس شيل برو. ممكن يبغى لهم يسوي تعاونات مع رابرز برا كثير، او مو برابرز بروديوسرز برا السين. فهمت عليه؟ نظام عقلية احترافية ممكن هذا ناقصهم. يعني in a good way مو بانه bad way انه هذولي مو محترفين زي كذا. انا من جد يعني فهمت عليه؟ اظن انه يبغى لهم يطلعوا برا يعني. عرفت؟ تخيل كنت مسافر في الطيارة وفاتح لايف من اللايفات لقيت المضيف يقول لي انا متابعك. اتخيل كنت مسافر في الطيارة وفاتح لايف من لايفاتك لقيت المضيف بيقول لي انه متابعك برضو. انا على بالي بتقول وانت قاعد في الطيارة ومشغل التراك فسمع المضيف سمع المقطع حق انا المقاومة وصاحبتي ماسكة AK-47. وات المضيف يتفرج عليه. اوكي كول. انا والله العظيم احيانا ترجيلي رسائل من ناس اخر شيء اتوقع ان المقطع قاعد يوصلهم. فهمت علي؟ ممكن يبغالي من جد اخذ الموضوع بجدية اكثر يعني كمونتاج والجو هذا. عرفت؟ بالذات بعد اخر فيديو برو تخيل في نص المرض. فهمت علي؟ قاعد تجيني كذا رسائل. فهمت علي؟ انت ليه ما تكون عادل ولا محمود؟ المهم